كان في حلايتك والله يسهلك. حبيبي شكرا بزاف. هادشي اللي كاين. المهم شكرا لك بزاف، وغدا ان شاء الله ونطلعك وداروا تبقاي معايا، يعني اللي بغيتي تبقاي في كل لايف زعما تجودي لنا ايه، وخاش غير صغيره عادي فهمتي. مرحبا الله يودي. الله يحفظك بارك الله فيك وشكرا لك العز. مرحبا بسلامة. باي باي. حسنا غدير انستا جديد، ما عرفتش والله قالوا لي صافي شويه ديرها غندير اش غندير. حوحو صافا لاباس عليك فرداتي. حوحو على دلعونا على دلعونا على دلعونا حوحونا فين داك فرداتي حسين فين داك الفوزن ديال أسامة دوسي واجد. أسامة دوسي واجد أيه يقدر تجي معايا دوسي يلا سل اعطيني دغيا راه بقى لي والو اللايف بقى لي 3 دقائق خوش ما كملناش 50 الف لايك. بغيتكم اخوتي شوف لكن عزيز عليكم وبصح عزيز عليكم نكملوها ب 50 نكملوها بساعه قد بقى 3 دقائق. واش تقدروا تكملوا اخوتي واش تقدروا تكملوا 50 الف لايك في 3 دقائق؟ بقى 3 دقائق دابا بقى 7000 لايك خاصنا 7000 لايك تكملوها. ويصال قلت لكم لا يعني ما تكملش زعما شي سي بحال كي ويصال. سامي شكرا او ماي جاد هانتي سامي هانتي يا الله خوش. المهم انا غنسمعوا الدوسي ديال اسامه وما تنساوش لي كادو ما تنساوش نتوما لي كادو باش نكملوا اخر 44 العز ما زوينتش غنكملوها. صبري صبري دابا بغيت نسمعكم الاوديوات اللي اسامه غادي يعرف الصوت ديال الدري. اوديوات سكينه شكرا اوديوات جيب الدوسي من عاشير والله اختي جات سمعينا والله ما عنديش ما عندوش اشكال سمعينا من حقك انت خوش 45 الف لايك بقاتنا 5000 لايك يلا العز 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 بكم الخوت العز بقاتنا 5000 لايك غير حيت كنخسر مع اصحابي تسرحين ما تسمعش شي فوكا فيش خساره دابا كنخاف نسمع انت كتقول كلام فاحش. انا وصحابي ديما كنقول كلام فاحش اسامه ماشي كلام فاحش لونغلي لونغلي ديال الناس عاين نسمع الاوديت ونقول لك شنو قالوا لي عليه. قلنا اختي هذاك الشيء اللي عارفه لك لونغ ما نسيتش اخلاقنا وياينا العز 40 عطنا 4000 لايك اخوتي يلاه غنبقى نذكركم عطنا 4000 لايك العز كلشي زيد لي كادو والبلاصه في كتبوا كومونتير ديك 10 10 مشات ليا كتبوا كومونتير تلقاو ديك النجيمه كلشي بالك ديك النجيمه وبقاو صيفطوا فواحد 10 ليره كيطلع لكم او صيفطوا فيها لي كومونتير اخوتي كاملين يطلعوا ب 10 ليره في البلاصه نكملوا هاي دابا 26 و 200 تفرج أسامة تقرأ بلاش بلاش كي صاحبوك أشنو كي صاحبوني كي صاحبوني لا راك شاب المهم قال لك سؤال موجه لأسامة قول لنا السبب اللي ما خلاكش تبقى تبين مالك اختك معاك من الفيديو الاخر ديال الحريق. عاود شنو قلتي ما خاصكش دوسي ماشي سولينا لا المهم هذا السؤال عطاوه لي معاه اش عطاوك شنو السؤال ما خاصوش يبين اختو عمل يحتاج عين ولي نسمع اوديو سهل دراسه في القارك يقرا البودري اسمع صوتك اللي حاطك الدوسي لا صوتك لا ماشي لا اصلا صوت شي هنا رقيق يعني شحال هادي زعما هنا كبرتي علاش باقي صغير الخوت 47 عاد بقاتنا 3000 لايك زيدي عطنا 3000 لايك الخوت يلا كلشي قال لي علاش 100 لايك عطينا شي حاجه مشانش قالت لك علاش قالوا لك علاش ما بقيتيش بينتي معاك مالك من نهار الفيديو ديال الحارق بغينا نعرفوا علاش الفيديو الاخر ديال الحارق حيت عمي ما بغاش لا والله غادي نشوف فرصه تبان معايا عاوتاني ما كايناش الفكره اللي غتبان معايا اختو غولاسيون ديال مكطولش مع البنات غولاسيون قالوا قال لها مكطولش مع البنات كيفاش قال لها غولاسيون ديال اسامه مكطولش شي واحد هذا كيقول لها قال لها غولاسيون ديال اسامه مكطولش مع البنات وباش اختي هو عرفني كنطول انا مع البنات اصلا انت خائن انت علاش كطول مع البنات اسمعني الفوكال خونا ماشي صاحبي اصلا لا غادي تعرف صوتو والله انا سمعت صوتو ولكن ماشي صاحبي زيد جيني والله وتقول لي علاش كنت من لا فيديو الحارق ايديا بيضاء Oh my god كيف تكون what the fuck oh my god oh my god
كم ماي جاب احمد خويا العز 140 قال لكم والو قال لك البنت اللي كنتي بصاحب معاها ولدت ولدها ولا كيجي يلعب معاك في الدب فين شداتها هذه سامعينها في القصه كامله عندها عرفت واخا اصلا اسامه كذب علينا قلت كان صاحب معاها الكبرسيه ولدت ولدها ولا يلعب مع اسامه قصه هنديه هنديه بلاش بلاش احنا خوش نصونوا الوالده وغيسولها شكون حكيمه اش نقول لها نقول لها اجي اسامه صاحب مع وحده تقول لها فلانه عندك السميه تقول لي فلانه تقول لي واش ولده كان كي تقلعت واحد يلا انا صوني الحكيمه غنظمتك انا دابا صوني الحكيمه صوني خوش هاي صوني الحكيمه وغنظمتوك اجبد دابا دابا اجبد دابا ولده ولده قدك نتايا لا ولده كبر ولا كيلعب معاه ولا كيلعب معاه ومو كانت مع اسامه الدر الصغير عنده شي عام خوتي هاد القصه قريت فاش في كان مثل هذيك روشان في سمع هذوك اللي عطينا سوزانا سوزانا ديال الكاهونا بيارو هي تفرج في الكاهونا بيارو هي يعني هو داك الفيلم اللي كنت شفت بحال في القصه سبحان الله بلاش ياخذ الله شوف ولدات وهذيك اوكي اوكي امر امر خلاص كمل لينا التصاور في الفيسبوك قطعت عقله عليه والله هاك يا زين صافي هذيك اللي قلت لك راه دابا سكو سكو خاصنا نعدو الدوسي الاخر كمل لك شي بين انت صغير وراه شحال هذه اشوفي قولي له يعطينا شي حاجه صحيحه سكو سكو صاحبي سكو اشنو شوفي فردات يقول له يعطيك شي حاجه ديال اللعيبه ديال ولا الحسين البلان ديالو ديال مراكش هذاك واش نقدر نقولو قولي عادي اش من بلان اختي قولي انا كنطلعينك واش تقولي اشوفي هذاك عاوتاني عطو جيبي لي قال لك المهم عطو نهضر ما فهمتك واش داوي معانا ولا داوي مع شي واحد فوكا ام كيف ها عطوني لا سيفت شي فيديوهات واحده اخرى واش ناوي قلتي مراكش ما مراكش قولي راه هي كتسول شي واحد كتسول هي شي واحد خرج من مراكش كيف انا سيفت لها اولي اش قلتي لها اش قلتي لها هذوك اللي عطيناها كازين صافي هذيك ديال الملاك راه او ملاك هذيك ديال الملاك راه كافي قاطع عقل عليه زون عبرو صغير شي هو داوي معاه كيعطيك زعما في تسنى عليه معلومات زعما هو راه عايش معايا خونا راه ولد ميمونه كازا بابل خلى احمد لكازا دي بابل كازا دو بابل لا كازا دو بابل نيتي نيتي كلي لا 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 كازا دو بابيل او كون نيت نيكس نيت نيكس خوتي كون نيت نيكس تلقي نفسي تلقي السخون انا ما لقيتش شي دوسي اخر عليا ما عرفتش شنو ما فين مشيت نجيو واش يتشرب خلينا ندوي لا صح خلينا نشطي الدوسي ديالي قولي لا واحد الدوسي عليك خاطر في واحد في مراكش وواحد في اكادير ولكن ما بغاوش ما بغاونيش نقول لي انا ترى حامضين هادو ديري شي جروب حامض لا والله ما جروب يا لا اختي شوف شنو غنقول لك فاش جوج دات الدوسي خاطير ديالي انا اجي طلعي كاس قولي لي صافي مرقيني فهاد اللايف حشميني نحشمك لا لا زعما خاطير ولاد الناس ها انت اسمع قرا الميساج الاخر بلاش نقراو اختي قراو ميساج لا اختي لا لا ما تجبديش الحسين شي حاجه علاش عادي لا هذاك عاوتاني ما عرفتش ماما بغاتش تقول لك ما بغاتشنيش نقولو فهمتي واش هذه هي الباترون باترونه يعني عندكم هي هي سي هي سي كتقول واش ديروا ولا ما ديروش هذه عطوه لا دي الشاف ديالنا ما دي وهادي اللي داوي معنا عطوه نقولوا ولا ما نقولوا معنا عطوه وهادي اللي دي خدامه عندها هادي ميني ماناجر عندها لا كازا دي بابيل لا كازا دي بابيل مؤامره ضروري مؤامره وداك الشيء داخل في المخابرات اف بي اي وداك الشيء هاد المعلومه تركيبيه ممكن لا نقولوا ياك اختي قالت لك اسامه ما عندوش نقدر نبيعهم لك نبيعهم لك ولكن غاليين ولكن شوف راه خرجوا 60 ما فيهمش غير هادي وفيهم غادي يلاه خارجين دابا باقي 2001 اسامه قالت لك انت ما عندكش حاجه باقي صغير حسين اللي عنده دواس اسكت انت باقي صغير قالت لك انا عندي دواس انت باقي صغير اسكت اسامه باقي صغير خلي لي الدواس جيت غير نفكرك واحد الحاجه البارح قلت لي نجيب لك الوقت فاش دخلتي الطواليت راني جبته اسامه وقت الطواليت اسكت دخلتي البارح قبل فاش كنت دخلتي للطواليت دزتي ثلاثه دزتي شحال جيتي جلستي حدا حسين لا
والله ثلاث ايام انا هز هز لا مش ثلاث ايام ما والله ثلاث ايام ما دخلت الطوارئ كنت على بالي ثلاث ايام ما درتش الكبائر ما كنت ما درتش الكبائر وقدرت شي حاجه اخرى كيفاش وي قلت لك حاجه ما دخلتش ثلاث ايام ما تيزري عزك ثلاث ايام ما درتش والو ولكن غلطت شي فاش قلت شي لا ثلاث ايام ما دخلتش الطوارئ لا صاحبي ها هي هي ما قالتش كيفاش درت في وسط الطوارئ قالت لك دخلتي الطوارئ ما عرفتش البارح ما دخلتش دخلت والله البارح دخلت شا بغيت نعس شو بغينا الناس ورا قلت لك اه شو بغينا الناس اصلا عز جات خذي كيك ودانون اه جبدات دخلت فرغت فرغت المياه المعديه صلاو يا فريوسكم بقاو داو سير ديال الدوسي ديالي انا واجي عندي صافي شاع عظمه واه الدوسي دواسك انت مجبود هنا فرد حوت تسولك تسولك يلا خليهم يلا يبدا الغد لا يسولك غير واش داك كيف شوفي هاجر قد عجبني الدواسه ديالي لا نقول لك واش داك الثلاث ايام اللي غبرتي فيها ما طلقتيناش فيها الله يجي كنتي في الدار البيضاء كنتي في كازا مشيتي لكازا امتى بعدا في وقت كورونا اه شي 4 ايام ما طلقتيناش الله يجي كنتي في كازا وختي انا ملي مشيت لكازا 4 ايام راه مشيت نهار وفي نهار جيت ايوه بغيت نسولك كنتي لابسه كنتي لابسه سوفيت محمرة بلاتي نتفكر بلاتي نتفكر واش كنت لابس بعدا بلاتي هاد في هاد 4 ايام اه شفتي اصلا ستوريات هادي كمال شنو زعما ما غير هاد ستوريات غدا غدا عرفت مع مشيتي موطور في كازا هذا شفتي با دير فيها لا كازا دو بيبي مع انت دير فيها البروفيسور من غير ما شفتش ستوري راه شفتك زعما مع مشيتي وعرفت سير حتى غدا راسي انا خشي صاحبي دابا ولا تهزي واجي دخلي اختي لحياتي لهنا ودخلي معايا ويت سافلي معايا غدا اجي نجيب لي تواصل ان شاء الله يفرس الغدا ان شاء الله اختي هاجر خوتي ان شاء الله ويا بريوسكم كملنا العز كملنا 50 لايك الله يحفظكم.